السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة المهندس سأسأ. النهاردة هنتكلم على تاريخ فن الديكور. هناخد فكرة كده عنه على أساس إن احنا لما نبتدي في شغل التصميم نبقى عارفين إمتى نعمل الفراغ أو إزاي نعمل الفراغ ده التصميم بتاعه كلاسيك أو مودرن، او لو عايز اعمل غرفة الطراز الاسلامي او الفرعوني او الروماني اقدر ابقى ملم بعناصر من الفن اللي مطلوب يعني. ولو انا شفت حاجة برضو اقدر اميزها ده كلاسيك او مودرن او ده الاصل بتاعه، التاريخ بتاع الفن بتاعه ايه يعني. انا حابب اعرفكم برضو ان الكلاسيك معروف طبعا ان هو زحمة في الزخارف بتاعته، والكلاسيك أصله دايما بيبقى ليه تاريخ، ليه أصل تاريخ يعني. أي تصميم في الكلاسيك بيبقى ليه، لو رجعنا ورا شوية هتلاقيه إغريقي، روماني، إسلامي، قبطي، عنصر بيتاخد وبيتكرر أو بيتعمل سيمترية أو قيمة في الخشب، أو لو لقينا صالون أرابيسك، كل دي حاجات طبعا ليها اصل او احنا ليها تاريخ. زي ما احنا شايفين كده الشغل الكلاسيك بيبقى، لو في الفرنتشر بيبقى حفرة على الخشب بنستخدم فيه القيمة، اسمها القيمة، حاجة اسمها القيمة، بتبقى رسمة معينة وبنحفرها على الخشب، او زخارف على الحيطان نفسها بالجبس، بنعمل التصميم بالجبس وبيتعمل على الحيطة، فالحيطة بتدينا انطباع ان دي ده كلاسيك او مودرن يعني. عندنا برضو احنا لما نحب نصمم حاجة زي دي، يا اما اشتغل بالفرنيتشر هو الكلاسيك والحيطان سادة، وانا بحب الطريقة دي او الطريقة دي احسن شوية، لان لو الحيطان كلاسيك والفرنيتشر كلاسيك المكان بيبقى زحمة شوية او عايز مكان واسع قوي. وبرضو احنا الكلاسيك عامة بيحب الأماكن الواسعة عشان هو بيبقى فيه زخارف كتير، ومش بيحب الألوان كتيرة برضو، لأن ما ينفعش ألوان كتيرة مع زخارف كتيرة. في كذا طريقة بقى لشغل الكلاسيك. في شغل الجبس في السقف اللي هو الجبس العادي ده بنعمل فيه التصميم بتاعنا، وفي تجاليد خشب على الحيطان برضو بتدينا انطباع الكلاسيك، وفي الأرضية ممكن أختار أرضية سيراميك شغل كلاسيك، أو إن كان رخام ونعمل فيها رسومات ووتر جيت أو حاجة برضو بتبقى كلاسيك. وممكن أعمل الحيطان سادة والسقف سادة وأجيب صالون أو حاجة كلاسيك وسجادة كلاسيك. يعني كل قطعة في الفراغ أو في محتوى الفراغ ممكن أدخل فيها الكلاسيك بتاعي أو الشغل بتاعي. زي ما احنا شايفين كده في شغل في السقف، والصور كلها فيها في شغل في السقف، في شغل على الحيطان، في شغل في الفرنتشر. طبعا الستاير نفس الحكاية، النجف نفس الحكاية، في نجف مودرن ونجف كلاسيك، في ستاير مودرن وستاير كلاسيك، في سجاد مودرن يعني كل قطعة في منها ده وفي منها ده، امتى دخل ده وامتى دخل ده. احنا هنتكلم بقى النهاردة على المودرن. كمان المودرن ده بيعتمد على البساطة، احنا ممكن نشتغل فيه بالألوان شوية، انما القطع نفسها او الفراغ بيبقى بيحب البساطة، الحاجات الهادية ممكن نشتغل فيها بقى بالألوان يعني، نلعب فيها بالألوان، انما الأصل الوحدة ثابتة لونها سادة يعني. بمعنى ان احنا لو الانتريه عندنا الصالون ما ينفعش فيه ألوان كتيرة طبعا عشان بيبقى قايمة، فده كلاسيك. انا بتكلم على القيمة الخشب مش على التنجيد القماش. المودرن طبعا غالبا ما بيبانش فيه الخشب، ولو بان فيه حتة خشب بيبقى سادة ما فيهاش اي زخارف عشان بيبقى احنا في شغل الوان. فاحنا كده برضو لازم نحدد التصميم بتاعنا ايه الاول. في شغل كتير قوي بندخل فيه الاتنين مع بعض، الكلاسيك والمودرن، بمعنى ان لو خدت الحيطان سادة وحطيت ارضية كلاسيك مع الانتريه نفسه او الصالون كلاسيك،
يبقى كلاسيك خفيف، يعني بمعنى ان هو ما يبقاش كل حاجة كلاسيك موجودة، نجفة وصالون وسجادة وأرضية وحيطان، فهيبقى تقيل قوي. ان شاء الله احنا كده الحلقة الجاية هنتكلم على تاريخ الفن الفرعوني، وهنشوف بعض النماذج فيه، وتاريخ الفن الإسلامي وتاريخ الفن الروماني، على أساس برضو زي ما قلت لحضراتكم إن احنا نبقى ملمين لما باجي أعمل تصميم شقة أو معرض أو محل أو مول أيا كان، نبقى عارفين التصميم بتاعه ده إيه، لأن ممكن يطلب منك مثلا تصميم كلاسيك، فلازم تبقى عارف ايه هو الكلاسيك واصله ايه، وعلى الاقل عندك بعض الفكرة يعني كده عن العناصر اللي هي كانت موجودة في العصور اللي قبل كده، ان كان فرعوني او اسلامي او قبطي او روماني. سعدت بيكم واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.